تقديره، وسحق أبواب الجحيم وأقام الذين في قبورهم مدته، وظهر أولا بحاملات الطيب كما ارتضى قائلا لهم ما يفرحنا، وبشر رسلا بفرح التوهج بالحياة. فلذلك بشرت نسرة التلاميذ بالبشارات وكفروا بإيمانه، والجحيم تنهد والموت انتحب نادبا، والعالم انتهج وجرح وجميع فرحوا معه، لأنك أنت أيها المسيح أنت القيامة للجميع. في الثالث عشر من هذا الشهر يتم تذكار اعدام القديس ماكسيموس المعترف، وفي هذا اليوم تذكار بروثيوس اسقف غزة وتلميذه وسيفيوس، وفي هذا اليوم تذكار القديس ليفون زاتونسكي ومشفعاته من البحر الأحشيا، ولما ضربه مخالفا ضمه على فرعون ومركباته، ممثلا بصراحات السلاح غير المقهور. لذلك نسبح المسيح إلهنا لأنه قد تمجد. يا العصا تخذ لرسل السر، لأنها بتفرعها تشير إلى الكائن، أما الآن فقد أزهر عود الصليب في الكنيسة العقير قبل عزة وثباتا. يا رب إني سمعت بسر تدبيرك، وتأملت أمالك فمجدت لاهوتا. يا لك من عود مثلث الغيب عليه بوسط المسيح الرب الملك، وبه سقط الذي خدع بالعود إذ خدع بك بالإله الذي سمر عليك بالجسد المانح السلام لنفوسنا. إن يونان لما كان في جوف الحوت البحر وبسط يديه بشكل صليب، سبق فرسم الآلام الخلاصية به. إن أمر المغتصب الملحد الذي لا تعقل فيه قد زلزل الشعوب، إذ كان يقذف تهديدا وافتراء ممقوتا من الله، إلا أن الفتية الثلاثة لم يرعهم الغضب الوحشي ولا النار الأكيلة، لكنهم إذ كانوا معا في النار النازمة فيها ريح نادية كانوا يرتلون: أيها الفائق التسبيح مبارك أنت يا إله أبائنا.
والدة الإله ومن نور بالتسابيح نكرم معظمي. يا والدة الإله إن ولادتك قد ظهرت خلوا من فساد، لأن الإله ورد من أحشائك لابسا جسدا وعلى الأرض ظهرا وبين الناس تصرفا، فلذلك جميعنا لك نعظم. إن التلاميذ لما استناروا بغتة بتدفق النور الحديث تفيقوا ينظرون بعضهم إلى بعض مرتعين، وسقطوا على الأرض منكبين وسجدوا لك يا سيد الكون. إن السحابة أبدت صوتا من دوي محرك من الله لتأكيد الأعجوبة، لأن أبا الأنوار قد هتف نحو الرسل قائلا: هذا هو ابن الحبيب له فاسمعوا. إن خدام الكلمة لما شاهدوا أمورا حديثة ومستغربا وسمعوا الصوت الأبوي في ثبور هاتفوا قائلين: هذا هو مخلصنا عنصر رسم القديم. الكلمة الابن غير المستحيل، يا صورة الكائن العلي الحقيقية، وختمه الذي لا يتزعزع، وحكمته وسعيده ويمينه وقوته، إياك نسبح مع الآب والكلمة. لقد ارتعت الأسماع كلها من تنازل الله الغامض الواس، كيف أن العلي قد تنازل باختياره حتى الجسد وصار إنسانا من حاشا باتولي. لذلك نحن المؤمنين نعظم والدة الإله الطاهرة. أيها المسيح إنك لكي توضح جليا انحدارك الثاني الغامض الواص، كيف أن الإله العلي يظهر واقفا بين الآلهة، أشرقت للرسل ولموسى مع إيليا على ثبور بحال لا توصف، فلذلك جميعنا لك نعظم. هلموا أيها الشعوب كفة فاذعنوا لي، إذ نحن صاعدون إلى الجبل المقدس السماوي، ولنقف بحال غير هيونية في مدينة الإله الحي، ونشاهد عقليا اللاهوت غير الهيول، لاهوت الآب والروح متلاليا في الابن الوحيد الجيل.
وقد شغفتني بشوقك أيها المسيح، وأحلتني بعشقك الإلهي، فاحرق خطاياي بنار غير هيولية، وأهلني أن أمتلئ من نعيمك، حتى إذا ابتهجت في كلا الأمرين أعظم حضورك أيها الصالح. يا والدة الليلة أنت الفردوس السر، إذ إنك أنبت المسيح بغيري فلاح الذي منه نصبت في الأرض شجرة الصليب حاملة الحياة. فالآن إذ نسجد له مرفوعا لكن عظيم، إن الموت الذي نتج لجنس البشر بسبب الأكل من العود قد بطل اليوم بالصليب، لأن لعنة الأم الأولى وكل ذريتها قد انحلت بمولود أم الإله النقية التي كل قوات السماوات لها تعظى. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله، لأنه إياك تسبح كل قوات السماوات، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. قدوسا هو الرب إلهنا، قدوسا هو الرب إلهنا، ارفعوا الرب إلهنا إن ابني زبدة ونثنائيل وبطرس واثنين آخرين وتوما كانوا في بحر طبريا بقصد الصيد، فألقوا الشبكة من الجانب الأيمن بأمر المسيح فجذبوا سمكا كثيرا، ولما عرفه بطرس أتى إليه سابحا، فهذا ثالث ظهور ظهره لهم وأراهم خبزا وسمكا على الجمر. أيها الكلمة النور الذي لا يستحيل، نور الآب الغير المولود، إننا بنورك الذي ظهر اليوم على ثابور قد رأينا الآب النور والروح النور المنيرة للخليقة بأسرها. أيها الكلمة النور الذي لا يستحيل، نور الآب الغير المولود، إننا بنورك الذي ظهر اليوم على ثابور قد رأينا الآب النور والروح النور المنير الخليقة بأسرها. ناكلنا سامات فلتسبح رب، سبحوا رب من السماوات، سبحوا Ah.
لأنه بك أليق تسبيح يا نسبح أيها المسيح آلامك الخلاصية ونمجد قيامتك. سبح الله في قديسيه، سبحوه في فلك قوته. يا رب، يا من كابد الصلب وأبطل الموت وقام من بين الأموات، امنح حياتنا السلام بما أنك القدير. سبحوه على مقدرته، سبحوه بحسب كثرة عظمته. أيها المسيح، يا من سبى الجحيم وأقام بقيامة الإنسان، أهلنا أن نمجد أن نسبحك ونمجدك بقلوب طاهرة. سبحوه بلحن البوق، سبحوه بالمزمار والقيثارة. إننا نسبحك أيها المسيح ممجدين تنازلك تنازلا يليق بإله، فإنك ولدت من البتول ولم تزل في الآب غير منفصل، وتألمت كإنسان وكابدت الصلب طوعا وقمت منبعثا من القبر كمن يبرز من خدر لكي تخلص العالم، فيا رب المجد لك. سبحوه بالطبل والمصاف، سبحوه بالأوتار والات الطرا. من قبل صلبك الكريم وآلامك أخذت الذين اخترتهم من تلاميذك الأطهار وصعدت بهم أيها السيد على طور ثابور مريدا أن تريهم مجدك، فلما نظروك متجليا ومشرقا بأشد بهاء من الشمس سقطوا منكبين وانذهلوا من جبروتك هاتفين: أيها المسيح، أنت هو النور الكائن بغير زمان وشعاع الآب، وإن شهدت بإرادتك جسدا بغير استحالة. سبحوه بنغمات السنون، سبحوه بسنوج التهليل، كلنا سما فلتسبح الرب. من قبل صلبك الكريم وآلامك أخذت الذين اخترتهم من تلاميذك الأطهار وصعدت بهم أيها السيد على طور ثابور مريدا أن تريهم مجدك، فلما نظروك متجليا ومشرقا بأشد بهاء من الشمس سقطوا منكبين وانذهلوا من جبروتك هاتفين: أيها المسيح، أنت هو النور الكائن بغير زمان وشعاع الآب، وإن شهدت بإرادتك جسدا بغير استحالة. لك هي السماوات ولك هي الأرض. يا من هو من قبل دهور الإله الكلمة أيها المتسربل بالنور كالثوب، لقد تجليت أمام تلاميذك أيها السيد وأشرقت بما يفوق الشمس، وإن موسى وإيليا قد مثلا لديك موضحين أنك رب الأحياء والأموات، ممجدين تدبيرك الغامض الوصف ورحمتك وتنازلك العظيم الذي به خلصت العالم الهالك. ثابور وحرمون باسمك يتهللا. لقد ولدت من سحابة العذراء يا رب، وصرت جسدا وتجليت على طور ثابور، فأحدقت بك سحابة منيرة، وصوت الآب أظهر علانية بحضور التلاميذ أظهرك علانية بحضور التلاميذ ابنا محبوبا، بما أنك مساو له في الجوهر والجلسة، فلذلك انذهل بطرس قائلا: حسن أن نكون ها هنا، ولم يدر ما يقول، أيها المحسن الجزير الرحمة. المجد لله والابن والروح القدس. إن المسيح أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا إلى جبل عال على انفراد وتجلى أمامهم، فأشرق وجهه كالشمس
وأما ثيابه فصارت بيضاء كالنور، وقد ظهر موسى وإيليا يتخاطبان معه، وسحابة منيرة ظللتهم، وإذا صوت من السحابة يقول: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، فله اسمعوا. الآن كل آن وإلى دار الداهرين آمين. أنت الفائقات وعلى كل البركات يا والدة الإله العذراء، لأن الجحيم قد سبيت بواسطة المتجسد منك وآدم دعي ثانية، واللعنة بادت وحواء نعتقد والموت أميت ونحن قد حيينا، لذلك نسبح هاتفي مبارك أنت أيها المسيح إلهنا، يا من هكذا سر المجد لك. المجد لك يا مظهر النور، المجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. نسبحك نباركك نسجد لك نمجدك، نشكرك من أجل عظيم جلال مجدك. أيها الرب الملك السماوي الإله الأب الضابط الكل، أيها الرب الابن الوحيد يسوع المسيح، ويا أيها الروح القدوس. أيها الرب الإله يا حمل الله يا ابن الله يا رفيع خطيئة العالم، ارحمنا يا رفيع خطايا العالم. تقبل تضرعنا أيها الجالس عن يمين الآب وارحمنا، لأنك أنت وحدك قدوس، أنت وحدك الرب يسوع المسيح في مجد الله الآب. أمين. في كل يوم نباركك وأسبح اسمك إلى الأبد وإلى أبد الأبد. أهلنا يا رب أن نحفظ في هذا اليوم بغير خطيئة. مبارك أنت يا رب إله أبائنا، ومسبح وممجد اسمك إلى الأبد. آمين. لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك. أبلويتو سكيري أذي ذاكسون متاذيك أوماتاسو. يا رب من جاء كنت لنا في جيل وجيل، أنا قلت يا رب ارحمني واشفي نفسي لأنني قد خطيت إليك. يا ربي إليك لجأت فعلمني أن أعمل رضاك، لأنك أنت هو إلهي، لأن من قبلك عين الحياة وبنورك نعاين النور. فابسط رحمتك على الذين يعرفونك، قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت، ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت، ارحمنا. آيوس أثيوس آيوس إسخيروس آيوس أثاناتوس إليسون إماس. المجد للأب والابن والروح القدوس كنين كأي كإستوس أوناس تونيون أمين. قدوس الذي لا يموت، ارحمنا.
مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. بسلام إلى الرب نطلب من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا والكهنة المكرمين وشمامس الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب من أجل حكامنا ومعازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب من أجل أبنائنا الطلاب الذين يقدمون امتحاناتهم التكميلية ليوفقهم الرب الإله وينير أذهانهم ويرشدهم إلى كل عمل صالح إلى الرب نطلب من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى والمخطوفين وخلاصهم إلى الرب نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب خلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين عظيم الرب ومسبح جدا في مدينة إلهنا
المهيئ الجبال بقوته بشفاعات والدة الإله يا مخلص خلصنا. المتسربل بالنور كالثوب الجبال تتهلل من وجه الرب بشفاعات والدة الإله يا مخلص خلصنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان ولدهر الداهرين آمين. بشفاعات والدة الإله يا مخلص خلصنا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. اعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب. لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الداهرين أمين. الذي أساس في الجبال المقدسة الرب يحب أبواب صهيون أكثر من كل مساكن يعقوب. خلصنا يا ابن الله يا من تجلى لقد قيل أنت فيك المفاخر يا مدينة الله. خلصنا يا ابن الله يا من تجلى على طور ثابور نحن المرتلين لك هللويا. الأم صهيون يقول إنسانا وإنسانا ولدا فيها. خلصنا يا ابن الله يا من تجلى على المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل آن وإلى دار الدائرين آمين. يا كلمة الله الابن الوحيد الذي لم يزل غير مائل لقد قابلت أن تتجسد من أجل خلاصنا إلى القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلهنا وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع أيضا بسلام إلى الرب نطلب. كيريا لايسو أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب. لأنك إله صالح ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الداهرين آمين. لمراحمك يا رب سبح إلى الدهر السماوات تعترف بعجائبك يا رب لما تجليت أيها المسيح الإله في الجبل أظهرت مجدك للتلاميذ حسب ما استطاعوا
فاشرق لنا نحن الخطأ نورك الأزلي بشفاعة والدات الإله يا مانح النور المجدولا. طوبى للشعب الذي يعرف التهليل يا رب، بنور وجهك يبتهجون وباسمك يتهللون النهار كله. لما تجليت أيها المسيح الإله في الجبل أظهرت مجدك للتلاميذ حسب ما استطاعوا، فاشرق لنا نحن الخطأ نورك الأزلي بشفاعة نستقيم. لأن من قبلك عين الحياة وبنورك نعاين النور، خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات. نحن المرتلين لك هاليلويا. إن الحجر لما ختم من اليهود وجسدك الطاهر حفظ من الجب، قمت في اليوم الثالث أيها المخلص مانحاً العالم الحياة، لذلك قوة السماوات تهتف إليك يا واهب الحياة. المجد لقيامتك أيها المسيح، المجد لملكك، لما تجليت أيها المسيح الإله في الجبل أظهرت مجدك للتلاميذ حسب ما استطاعوا، فاشرق لنا نحن الخطأ نورك الأزلي بشفاعة والدات الإله يا مانح النور المجدولا. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك، وامنح عبيدك المؤمنين الغلبة على الشر، واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين. تجليت أيها المسيح الإله في الجبل وحسب ما وسع تلاميذك شاهدوا مجدك، حتى عندما يعينوك مصلوبا يفطن أن آلامك طوعا باختيارك، ويكرز للعالم أنك أنت بالحقيقة شعاع الله. إلى الرب نطلب، لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان
وإلى دهر الداهرين. المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل آن وإلى دار الدائرين آمين. قدوس الذين يموت ارحمنا. لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك. ابتهجوا أيها الصديقون بالرب حكمة. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. لنصغي. يا إخوة، إن الله قد أبرزنا نحن الرسل آخر الناس كأننا مجعولون للموت، لأننا قد صرنا مشهداً للعالم والملائكة والبشر. نحن جهال من أجل المسيح، أما أنتم فحكماء في المسيح. نحن ضعفاء وأنتم أقوياء، أنتم مكرمون ونحن مهانون. وإلى هذه الساعة نحن نجوع ونعطش ونعرى ونلطم ولا قرار لنا، ونتعب عاملين، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يشنع علينا فنتضرر. قد صرنا كأقذار العالم وكأوساخ يستخبثها الجميع إلى الآن. ولست ليخجلكم أكتب هذا، وإنما أعظكم كأولاد الأحباء، لأنه ولو كان لكم ربوة من المرشدين في المسيح ليس لكم آباء كثيرون، لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل، فأطلب إليكم أن تكونوا مقتدين بي. سلام لك أيها الأخ القارئ. هللويا هللويا هللويا. الحكمة. فلنستقم ونسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس
متى الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر لنصغي في ذلك الزمان. دنا إلى يسوع إنسان فجثى له وقال: يا رب ارحم ابني، فإنه يعذب في رؤوس الأهلة ويتألم شديدا، لأنه يقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء، وقد قدمته لتلاميذك فلم يستطيعوا أن يشفوه. فأجاب يسوع وقال: أيها الجيل غير المؤمن الأعوج، إلى متى أكون معكم؟ حتى متى أحتملكم؟ هلما به إلي إلى هاهنا. وانتهره يسوع، فخرج منه الشيطان وشفي الغلام من تلك الساعة. حينئذ دنا التلاميذ إلى يسوع على انفراد وقالوا: لماذا لم نستطع نحن أن نخرجه؟ فقال لهم يسوع: لعدم إيمانكم، فإني الحق أقول لكم، لو كان لكم إيمان مثل حبة الخردل لكنتم تقولون لهذا الجبل: انتقل من ها هنا إلى هناك، فينتقل، ولا يتعذر عليكم شيء. وهذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم. وإذ كانوا يترددون في الجليل قال لهم يسوع: إن ابن البشر مزمع أن يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه، وفي اليوم الثالث أيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك الحكمة، حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس، أنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. إننا مزمعون أن نستقبل ملك الكل تحف به المرات والملائكة بحال غير منظور. هللويا هللويا هللويا، تبارك الله إلهنا في الحين على كل أوان وإلى دهر الداهرين. في الخضرين قيامة المسح المقدسة فلنزل رب القدوس بريم الخطا وحده فلنزل قيامة المقدسة نسبح ونبارك، لأنك أنت إلهنا وآخر سواك لا نعرف اسمك. أن نسمي هلما يا معشر المؤمنين نزد قيامة المسيح المقدس، فإنه وجب صلاة الفرح لكل العالم. مبارك الرب في كل حين ونمجد حسب قيامة النبوة الموت أباد وخطأ. حمي الله بعظيم رحمتك وبحسب كثرة العفاتك قوم آتي سني كثيرا من إثم الخطيئة في طهرني، فأني أنا عارف بإثم الخطيئة أمامك كل حين. إليك وحدك أخطأت وسب قدامك صلاة، لكي تصدق في أقوالك وتغلب في محاكمتك. هانذا بالأسامح الإلهية وبالخطايا ولدتني
لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. فانضحني بالجوفة فأكثر من شعبي فأكثر من أكثر سنان بهجة المطوبين الدائمين ذكر الذين عمروا هذا الهيكل المقدس والسابق رقادهم من آبائنا وإخوتنا الراقدين ها هنا وفي كل مكان عبيد الله السابق رقادهم الذين ذكرت أسمائهم على المذبح المقدس وخاصة من أجل عبد الله المثلث الرحمات الأرشمندريت أليكسي وجميع أمواتكم في المسيح ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. لنكمل طلبتنا للرب من أجل هذه القرابين الكريمة المقدمة إلى الرب نطلب من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب
أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة الرب نسأل. ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا الرب نسأل. مسامحت خطايانا وغفران زلاتنا الرب نسأل. الصالحات والموافقات نفوسنا والسلام للعالم الرب نسأل. أن نتميم بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل. أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فندى ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله برافات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. ولروحك الأبواب الأبواب بحكمة لنصغي واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب قائدا ليأتي مجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المبعث من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين. لنقف حسناً لنقف بخوف لنصغي لنقدم بسلام القربان المقدس رحمة سلام ذبيحة تسبيح نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الأب
وشركة الروح القدس لتكن معكم جميعا. لنضع قلوبنا فوق إيانا عندنا لنشكر الرب. تبارك ولا يحد عقلا غير المنظور غير المدرك الدائم وجوده الكائن هكذا هو هو أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس. أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا وما برحت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وهبتنا ملكك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس من أجل كل الإحسانات الصائرة إلينا التي نعلمها والتي لا نعلمها الظاهرة وغير الظاهرة. نشكرك أيضا من أجل هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا مع أنه قد وقف لديك ألوف من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة والشروبيم والسرافيم ذوي الأجنحة الستة والعيون الكثيرة متعالين ومجنحين بتسبيح الظفر مترنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 رب صباوت السماء مجدك أوصلنا في العالي مبارك الآتي باسم الرب أوصلنا في العالي فمع هذه القوات المغضوطة نهتف نحن أيضا أيها السيد محب البشر ونقول قدوس أنت وكل القداسة أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس قدوس أنت وكل القداسة مجدك عظيم الجلال أنت أحببت عالمك بهذا المقدار حتى إنك بذلت ابنك الوحيد لكي لا يهلك من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية فإنه لما أتى وأكمل كل التدبير الذي من أجلنا في الليلة التي أسلم فيها ولولا أنه أسلم ذاته من أجل حياة العالم بعد أن أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين البريئتين من العيب وشكر وبارك وقدس وكسر أعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا وكذلك الكأس من بعد العشاء قائلا اشربوا منها كلكم هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يهراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا آمين. ونحن بما أننا ذاكرون هذه الوسيلة الخلاص وكل ما جرى من أجلنا الصليب والقبر قيامة في اليوم الثالث عود إلى السماوات والجلوس عن ميام مجيء الثاني مجيد أيضا التي لك وهي مما لك ونحن نقدمها لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء إياك نسبح إياك نبارك إياك نشكر يا رب وإليك نطلب يا إلهنا أيضا نقرب لك هذه العبادة الناطقة وغير الدموية ونطلب ونضرع ونسأل فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة واصنع أما هذا الخبز فجسد مسيحك المكرم آمين وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك المكرم آمين محولا إياهما بروحك القدوس آمين 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 لكي يكونا للمتناولين نبات نفس مغفرة الخطايا شركة روحك القدوس وكمال ملكوت السماوات والدالة لديك لا لمحاكم ولا لإدانة أيضا نقرب لك هذه العبادة الناطقة من أجل الذين توفوا على الإيمان أجداد والآباء ورؤساء الآباء والأنبياء والرسل والكارزين والمبشرين والشهداء والمعترفين والنساك وروح كل صديق توفي على الإيمان يا والدة الإله إن ولادتك
قد ظهرت خلوا من فساد لأن الإله ورد من أحشاء سادان وعلى الأرض ظهر وبين الناس تصرف فلذلك جميعنا لكن عظم اذكر يا رب أولنا أبانا وبطريركنا يوحنا وهبوا لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا مكرما معافا مديد الأيام مفصلا باستقامة كلمة حق والخاطرين في فكر كل واحد من الحاضرين جميعا وجميعهن أعطنا نمجدا ونسبحا بفم واحد وقلب واحد اسمك الكلي الإكرام والعظيم الجلال أيها أنت أهلنا لأن التناول الغذاء النقي أسرار السماء المغربة أسرار هذه المعدة المقدسة الروحية بصفح الخطايا وغفران الزلات وشرك ولتكن مراحمنا من رب السماوات والتالى الذي لا لمحاكم ولا لإدانة. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب من أجل هذه القرابين الكريمة المقدمة والمقدسة إلى الرب نطلب حتى إن إلهنا المحب البشر الذي قبلها على مذبح المقدس السماوي العقلي رائحة طيب زكي روحي يرسل لنا عوضا من النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب بعد التماسنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله السيد نرسل بدالة وبلا دينونا على أن ندعوك أبا أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. السلام لجميعكم لنحني رؤوسنا للرب نشكرك أيها الملك غير المنظور يا من بقدرتي التي لا تقدر أبدع الأشياء كلها وبرحمتي الكثيرة خرجها من العدم إلى الوجود أنت أيها السيد اطلع من السماء على الذين حنوا لك رؤوسهم لأنهم ما حنوها للحم ودم بل لك أيها الإله المهيب فأنت إذن أيها السيد سهل أن تكون هذه القدسات لخيرنا جميعا حسب حاجة كل منا رافق المسافرين واشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا بنعمة رافعتك الوحيد ومحبة البشر الذي أنت مبارك ما هو مع روحك ومن عرش مجد الصالح والمقيم أنا وكل أوانين على دهر الداهرين والحاضر معنا هنا غير منظور وارتضي أن تناولنا بيدك العزيزة جسدك الطاهر ودمك الكريم وبنا شعبك كله يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني أرفعك يا ملكي وإلهي روسخ من القدسات للقديسين
يجزأ ويقسم حمل الله الذي يجزأ ولا ينقسم ويؤكل دائما ولا ينفد بل يقدس المشتركين به كمال الروح القدس لقد وقفت أمام أبواب هيكلك وعن الأفكار الرديئة لم أنفصل لكن أنت أيها المسيح الإله يا من برر العشارة ورحم الكنعانية وفتح للص أبواب الفردوس افتح لي حنوة محبتك للبشر واقبلني متقدما إليك ولامسا إياك كما قبلت الزانية والنازفة الدم أما هذه فبمسها هدب ثوبك نالت الشفاء بأيسر مرام وأما تلك فبإمساكها قدميك الطاهرتين نالت حل خطاياها وأما أنا المرثية له فبتجاسري على أن أقبل جسدك كله لا تحرقني بل اقبلني مثل هاتين وأنا الحواس نفسي محرقا جراثيم خطيئتي بشفاعات التي ولدتك بلا زرع والقوات السماوية لأنك مبارك إلى أبد الدهور آمين أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت بالحقيقة المسيح ابن الله الحي الذي أتيت إلى العالم لتخلص الخطأ الذين أنا أولهم وأؤمن أيضا بأن هذا هو جسدك الطاهر نفسه وهذا هو دمك الكريم عينه فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلات الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل التي بمعرفة والتي بغير معرفة وأهلني بلا دينونة أن أشترك في أسرارك الطاهرة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية ها أنا ذا أتقدم إلى الشركة الإلهية فلا تحرقني من جرى تناولي إياها يا جابلي فإنك نار تحرق غير المستحقين بل طهرني من كل دنس اقبلني اليوم شريكا لعشائك السرية ابن الله لأني لن أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك قبلة غاشة مثل يهوذا لكن كاللص أعترف لك هاتفا اذكرني يا رب في ملكوتك بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين بعد ما شفنا يا أحباء بالأحد الماضي تجلي الرب يسوع أمام التلاميذ ظهور الرب يسوع بالمجد الإلهي اليوم بإنجيل اليوم عم نشوف يسوع بوسط العالم عالم البشر عالم البشر المظلم بالخطيئة بالأمراض بالبعد عن الله يسوع يا أحباء منه بعيد عن عالمنا شفناه ليسوع عم يحكي مع الزانية مع السامرية شفناه وقت اللي دخل لبيت زكا العشار ومن هون منشوف مدى حنان الله ومحبة الله لنا وفرح الله بكل خاطئ يتوب اليوم النص الإنجيلي عم يأكد على أهمية الإيمان أهمية الإيمان بعلاقتنا بالله فبالإيمان نحن منقدر أن نطرد الشياطين وقديش الشياطين صارت كتيرة بحياتنا اليومية الكذب التكبر السرقة الشهوة الإدانة الأنانية وهذا الإيمان يا أحباء لحتى يكون إيمان ناجح وحقيقي لازم يرافق هالإيمان الصلاة والصوم يعني ما بيكفي إن نحن نكون مؤمنين وفقط لازم يكون عندنا إيمان فاعل إيمان حقيقي إيمان منه بالاسم فقط إيمان بالفعل فبموضوع الصلاة اللي ذكر عنا الرب يسوع لا يحيا إيمان بدونها لا يحيا إيمان بدون الصلاة فالصلاة هي العلاقة القلبية بالله وهيك فينا نشبه الإيمان بالنبتة اللي بتحتاج عناية حتى تنمو النبتة بدها سقاية وعناية لحتى تنمو هيدي النبتة
كمان الإيمان حتى يكون حقيقي وفاعل يحتاج إلى الصلاة اللي هي الوقود الضروري لنمو هذا الإيمان. وهيك يا أحباء فينا نسأل، أين يبلغ الإنسان كماله بحسب إرادة الله؟ هل وقت اللي الإنسان يبتعد، أم وقت اللي يكون هذا الإنسان بوسط الإخوة المعذبين؟ هل الإنسان يتمجد بالتأمل بمجد الله، أم بغسل أرجل الإخوة؟ هل ينتقل مجد الله إلينا وقت اللي نحن منشوفه فقط، أو نسمع عنه، أو نتكلم عليه، أو عندما نتبع يسوع؟ هيدي أسئلة كلها يا أحباء بتبين لنا قديش الإيمان يحتاج إلى وقود، يحتاج إلى جهاد، إلى فضائل حتى ينمو هذا الإيمان. ما بكفي إني أنا كون بعيد متنسك فقط، لازم عيش بين الإخوة المعذبين، ساعد المحتاج، أتألم مع المتألم. وكمان بيذكر لنا الرب يسوع عن الصوم، بيقولنا هذا الجنس يحتاج إلى الصلاة والصوم، إلى الصلاة والصوم. وهون منفهم يا أحباء إنه الصوم منه مجرد حمية غذائية، ما إلى أي معنى. الصوم لازم يقترن بالجوهر، لازم نحن نتجرد عن كتير من الأمور اللي ممكن إن تعيق طريقنا إلى الله. فكل ما الإنسان تجرد عن الأرضيات الزائلة، كل ما صار يقترب أكثر من السماويات، لأنه عم يتخلص من كل ما هو يعيق. وهيك يا أحباء منكون نحن اخترنا النصيب الصالح الذي لا ينزع منا. صور كتيرة بحياة الناس بتذكرنا اليوم بهذا الإنسان المعذب. يمكن كتير من الأحيان نعجز عن طرد الشيطان من حياة البشر. وهون السؤال، لماذا نعجز؟ تلاميذ قدموا لهم هذا المريض الممسوس وعجزوا عن شفائه. ونحن كتير من الأوقات نعجز لأنه نقع بتجربة بطرس والتلاميذ. نحن يا أحباء نريد المجد بدون تعب. بطرس وقت اللي شاف المجد الإلهي قال له لربنا خلينا نصنع 3 مظال، كان رايد إنه يحافظ على هذا المجد بدون تعب. بالمقابل وقت اللي كان مع الرب يسوع بمسيرة الآلام، أنكر يسوع وما راد إنه يشاركه بآلامه. هيك يا أحباء نحن كتير من الأوقات بدنا المجد بدون تعب. إنجيل اليوم بيبين لنا إنه الصلاة والصوم هنن متلازمتان بمجرى حياتنا. بالصلاة وبالصوم نحن منحط أنفسنا بتصرف الله. الصلاة بتساعدنا إن نختبر حضور الله فينا ونخلي إيماننا إيمان حي. وهيك مثل ما قال القديس بولس الرسول بالرسالة، نشتم فنبارك،
نضطهد فنحتمل، يشنى علينا فنتضرع، لأنه يا أحباء ردات فعلنا هي اللي بتحدد من نحن بالنسبة إلى الله. والفرصة الساتة قدامنا، وربنا محب وحنون وينتظر توبتنا وبينتظر تغيير قلبنا. خلينا يا أحباء نبدأ مشوار حياتنا الروحية واللي هو مرتبط بالصوم والصلاة حتى نقدر نهزم الشرير. كمان اليوم بدي عزي الأحباء من آل شحادة اللي اليوم عم نرفع الصلاة لراحة نفس أبونا الإرشمندريت المرحوم أليكسي، واللي كلنا نحن عايننا وشفنا أعماله وجهاده ومحبته للناس. وهلأ بنهاية الصلاة نحن نعمل صلاة نياحة لراحة نفسه. الله يرحمه. بخوف الله وإيمان ومحبة تقدموا، الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب. من قبل الصلب الكريم والألام أخذت لذة من تلاميذك ذاهبا بهم يا سيد نحو ثابور ليروا مجدك أبهى من الشام، فإذ تجليت أمامهم مشرقا انكبوا على وجوههم منذرين من جبروتك ومرددين إنك النور أيها المسيح سرمديا وأنت شعاع الأرض، ولئن قد شهيد بإرادتك جسدا أنت الإله من طاب دور أنت أشرقت بما يفوق الشمس، ولديك مثل موسى وإلياس مؤكدين وموضحين أنك أنت رب الأحياء والأموات معا، ممجدين ابنا محبوبا موسوي
تتبعني جميعا وطاهر القلب الذي لم يسلم نفسه إلى الباطل ولم يحلف لجاره بالغش هاليلويا هذا ينال بركة من لدن الرب ورحمة من الله مخلصه هاليلويا وفي حيرتي قلت إن كل إنسان كذب هاليلويا بما أكافئ الرب عن كل ما أعطاني هاليلويا كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو هاليلويا وفي نذوري للرب أمام كل شعبي هاليلويا
كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ليمتلئ فمنا من تسبيحاتك يا رب، لكي نسبح مجدك لأنك أهلتنا بالاشتراك بأسرارك المقدسة. يحفظنا في قداستك لهيجنا طول النهار ببرك. هللويا هللويا هللويا. إذ قد تناولنا مستقيمين أسرار المسيح الإلهية المقدسة الطاهرة غير المائدة السماوية المحية المرهوبة، فلنشكر الرب شكرا لائقا. اضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته، ان يكون يوم نهارنا بعد ان نسال ان يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة، فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الاله. نشكرك أيها السيد محب البشر المحسن إلى نفوسنا لأنك أهلتنا في هذا اليوم أيضا لأسرارك السماوية غير المائتة. قوم طرقنا، ثبتنا جميعا في خوفك، احفظ حياتنا، وطد خطواتنا بصلوات وطلبات المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وجميع قديسيك، لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. لنخرج بسلام إلى الرب نطلب. يا مبارك مباركك يا رب ومقدس المتوكلين عليك، خلص شعبك، بارك ميراثك، احفظ كمال كنيستك، قدس الذين يحبون جمال بيتك، أنت منحهم أعظم من ذلك مجدا بقدرتك الإلهية. ولا تهملنا نحن المتوكلين عليك، هب السلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة وللحكام ولكل شعبك، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من الأعلى منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار. وعليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. يكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. من الآن وإلى الدهر. يكن اسم الرب مباركا. إلى الرب نطلب. بركة الرب ورحمته تحلان عليكم من نعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها المسيح إلهنا الحقيقي من تجلى عنا على جبل طابور أمام رسله وتلاميذه الأطهار وقام في اليوم الثالث من أجل خلاصنا، شفاعة أمك القديسة الكلية الطهارة والبريئة من كل عيب وبقدرة الصليب الكريم المحيي حامي هذه الكنيسة المقدسة وهذه الرعية وبطلبات القوات السماوية المكرمة العادمة الأجساد وتوسلات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح والقديسين المجيدين الشهداء المطلقين بالظفر وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله وأبينا الجليل في القديسين يوحنا ذهبي الفم رئيس ساقفة القسطنطينية والقديسين صديقين واكيم وحني جدي المسيح لله والقديس ماكسيموس المعترف البار الذي نقيم تذكار نقل عظامه في هذا اليوم وجميع القديسين ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب للبشر. ثالوث القدوس فليحفظ حياتكم كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. صلوات يا بين القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين. تبارك الله إلهنا كل حين لنا وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. أيها المخلص أرح نفس عبدك فيما أرواح الصديقين الراقدين
واحفظها للحياة السعيدة التي من قبلك يا محب البشر. أرح يا رب نفس عبدك في راحتك حيث جميع قديسيك سرحون، لأنك أنت وحدك الذي لا يموت. أرح نفس عبدك أخينا الإشمندريد أليكسي السابق رقاده. فلانا وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أياتها العذراء الطاهرة النقية وحدك يا من ولات الإله بغير زرع إليه توسلي أن ترحم وتسامح نفس عبدك السابق رقاده. يا إله الأرواح والأجساد كلها، يا من وطئ الموت ونقض قوة الشيطان ومنح الحياة لعالمه، أنت يا رب أرح نفس عبدك أخينا الإرشمندريت أليكسي السابق رقاده في مكان نير، في مكان خضرة، في مكان انتعاش، حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد. وبما أنك إله صالح ومحب للبشر اغفر له كل خطيئة فعلها بالقول أو بالفعل أو بالفكر، لأنه ليس إنسان يحيا ولا يخطأ، بل أنت وحدك منزه عن الخطيئة، وعدلك عدل إلى الأبد وقولك حق، لأنك أنت والقيامة والحياة والراحة والنياح. لنفسي أخينا الإرشمندريت أليكسي السابق رقاده على اسمك أيها المسيح وإلهنا، وإليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا بدء له وروحك الكلي قدسه الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. آمين. فليكن ذكره مؤبدا. فليكن ذكره مؤبدا. فليكن ذكره مؤبدا. صلوات يا بين القديسين يا رب يسوع المسيح. إلهنا ارحمنا وخلصنا. مسيح قام، الله يرحمه.